بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل الفيديو اللي فات وبنتكلم على الأحداث اللي هتيجي في الفترة اللي جاية، وهي قرب قدوم النجم الطارق زي ما هو مكتوب في سورة النجم وفي سورة السماء والطارق، مش زي ما المفسرين ألصقوها بسيدنا جبريل، وزي ما احنا قلنا ملهاش علاقة خالص لا بسيدنا جبريل ولا ليها علاقة خالص بالكلام المفسرين قالوه. عايز تصدق تصدق، مش عايز تصدق ما تصدقش، استنى لما تشوف. طبعا بندعي ربنا سبحانه وتعالى انه ينجينا من المهلكة اللي هتحصل لما النجم الطارق ده يجي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. انتوا مستعجلين عليه وطالعين تكتشفوه في الفضاء وتترصدوه وتستنوه عشان تضربوه قنبله نوويه وي 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 قبل ما يجي، مش هتلحقوا، لان ببساطه خالص العذاب لا ياتي الا بغته، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هم يمكروا وانما يمكر الله والله خير الماكرين. طيب احنا دورنا ايه في الفتره اللي جايه؟ دورنا ان احنا نرجع لكتاب ربنا اللي احنا نسيناه اللي احنا سبناه. ليه؟ لان الضابط القراني اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لنا في القران قال ايه؟ نشوف قال ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هو ده مش حاصل دلوقتي ومش هيحصل الفتره اللي جايه في الوباء الجديد اللي هم بيحضروه، وفي في العذاب اللي هيعرضوا عليه شعوب العالم في الفتره اللي جايه؟ من ما فيش نقص في الاموال ولا الثمرات ولا الانفس، فيش الكلام ده. طيب ايه دورنا او ايه وقتنا او ربنا بيبعت لنا الكلام ده ليه؟ فتنه وابتلاء، فتنه وبلاء، عشان اللي يعبد ربنا بيكون عبده في السراء والضراء، في العطاء والمنع. مش مجرد انك في العطاء وانت حالك كويس وتمام التمام يبقى انا بعبد ربنا، يتنطبق عليك على طول: ومن يعبد الله على حرف، ومنهم من يعبد الله على حرف. يعني على حرف يعني على جنب. انا في العطاء انا كويس، انا مش في العطاء لما يجي بقى ربنا يمنع يقولوا رب ايه اهانني. ده مش اسمه اسلام ولا اسمه عباده، انت تعبد ربنا في السراء والضراء والعطاء والمنع. طيب ربنا بيقول ايه؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبيقول لنا ايه كمان؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا هنعمل ايه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. طيب لو ان اهل القرى بقى ما امنوش واتقوا يحصل ايه؟ ينزل من السماء رجز وعذاب ونجم طارق، والارض لا تنبت الثمر، الارض تكذب، الارض اللي هو بتمثلك انت كبني ادم تهلك، تلاقي نفسك ماشي تبع شهواتك، بتتبع شهواتك وبتتبع طريق الشيطان. طب انا جاي انصحك، انا اكتر واحد فيكو محتاج للنصح والارشاد، اكتر واحد فيكو ربنا ستره، يعني ربنا يرحمنا جميعا، غطاء ستره مغطيني من ساسي لراسي. بس هو الدين اللي انا فاهمه واللي المفروض كلنا نفهمه الدين النصيحه، لما ربنا ينعم على واحد او حد فينا بحاجه نقولها لبعض، لان ايه الدين النصيحه، وربنا عايزنا نبقى ايه؟ صف واحد، بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، نتوجع لبعض ونحس بوجع بعض. مش تقول انا مالي وان شاء الله يولعوا وان شاء الله ده يروح في كذا، مفيش الكلام ده خالص. ما تبقاش حضرتك مسلم يبقى ايمانك ناقص بالله، لان ايه؟ لازم تحب الخير لنفسك ولغيرك قبل نفسك. ولغيرك قبل نفسك دي مرحله، يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فالدين النصيحه الفتره اللي جايه نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فرصه بدل هجره القران نقراه ونقول يا رب نور بصيرنا، يا رب نور بصيرنا. والله ما حد هينفعنا، شيوخ الفتنه والضلال واللي عايشين على اوهام الخرافات وبيلصقوا افتراءات على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما انزل الله بها من سلطان. ربنا ما قالش كده في القران، ده ربنا هو كلام واضح، لغه عربيه بلسان عربي مبين، ربنا موضح لنا كل شيء في القران. يقول لك دول الناس هيجوا ناس يفتروا على سيدنا النبي، هيكذبوا على سيدنا النبي، هيقولوا حاجات ما حصلتش على سيدنا النبي، وانت لمجرد ان في حد بيقول لك لابس لك عمه ولا لابس لك بتاعه وبيقول لك انا عالم ولا شيخ تصدقه؟ فرصة لقراءة القرآن وتدبر القرآن والرجوع إلى الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.